مساء الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي، برحب بيكم في حلقه جديده من كلام في الميديا. طبعا حلقتنا النهارده فيها اخبار كتير عن النادي الاهلي، وطبعا في كمان جوله كالعاده في الصحف وفي المواقع وكل اللي اتقال واتكتب عن النادي الاهلي من امبارح للنهارده. طبعا الايام اللي فاتت دي كان في كلام كتير جدا عن اسم المدير الفني الجديد للنادي الاهلي، لكن كل اللي مكتوب ده انا عايز اقول لكم انه اجتهادات من الزملاء الصحفيين والاعلاميين، وزي ما اكد مجلس اداره النادي الاهلي ان الملف ملف مدير الكوره او مدير الفني القادم للنادي الاهلي، وملف الكوره كله في ايد كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، وانه حاليا لسه بيدرس بعنايه فائقه موضوع المدير الفني القادم باذن الله للنادي الاهلي، وان شاء الله هيتم الاعلان عليه في وقت قريب جدا. هيكون طبعا اكيد مدرب عالمي بيليه باسم النادي الاهلي وبطموحات جمهوره. كمان امبارح كان في مجلس اداره عقد في فرع الشيخ زايد، وكان في طبعا قرارات مهمه جدا متعلقه بالنادي الاهلي، واكيد كان ابرزها استلام ارض الفرع الخامس او الرابع بالتجمع الخامس وفتح باب العضويه، وكمان كان في عدد من القرارات اللي بتهم الاعضاء. والنهارده كمان الفريق بيواصل تدريباته استعدادا لمواجهه تجيم الاثيوبي في ذهاب دور ال 32 في دوري ابطال افريقيا، واللي ان شاء الله هتكون يوم الجمعه اللي جايه. عايزه اقول لكم كمان ان المباراه دي هتكون حصريا على قناتكم قناه النادي الاهلي، هنتكلم طبعا في كل التفاصيل دي وكل الاخبار الجديده. وهيكون معانا النهارده ضيفنا الاستاذ محمد السيد الناقد الرياضي في الاخبار المسائي، وكالعاده بنبتدي حلقتنا دايما باهم العناوين. الأهلي يفتتح صفحة أفريقيا الجمعة. الفريق الأول يبدأ استعداداته لمواجهة جيم الأثيوبي. عاشور جاهز لضربة البداية الأفريقية. أجاي يعود لتدريبات الأهلي استعدادا لقيدو في يناير. محمد يوسف هدفنا الدوري ولا أنشغل بصفقة يناير. مروان محسن عودة الأهلي لمكانته أهم من لقب الهداف. محمد صلاح يقود ليفربول الليلة في مباراة مصيرية أمام نابولي في دوري الأبطال. وكالعادة هنبتدي حلقتنا بأهم أخبار النادي الأهلي من الصحافة. الأخبار: الأهلي يسترد توازنه ويخرج بمكاسب من موقعة المحاربين. روز اليوسف وسع للبطل. الوفد بعد الانتصار الثالث على التوالي، يوسف يعيد ترتيب الأوراق في الأهلي والقائمة الأفريقية آخر الأزمات. الأخبار: جو يجهز الانطلاق أفريقية أمام جمال أثيوبي الغامض. الأخبار المسائي: الأهلي يفتح صفحة أفريقيا، يستعد لجيبار الأثيوبي وعبد الحفيظ يرتب الأوراق مع الخطيب. المثال: إصابات تضرب الأهلي، ربيعة في الجبس ومؤمن لم يكمل المباراة الودية. التحرير: هل يحقق الأهلي ريمونتادا الرابعة في تاريخه في الدوري؟ المصر اليوم: مروان محسن عودة الأهلي لمكانته أهم من لقب الهداف. كارتيرون مدرب كبير صاحب فكر واتظلم مع الفريق بسبب الإصابات، روح الفانيلا الحمراء غابت في نهائي أفريقيا، والخروج العربي بسبب النفسية السيئة. الجمهورية: حلم الأهلي ابتدى، استاد عالمي جديد. نروح معاكم لتفاصيل أهم الأخبار اللي اتقالت عن النادي الأهلي في الصحافة، ونبتدي مع التحرير. جريدة التحرير قالت إن وصل الأهلي انتصاراته في بطولة دوري ممتاز بعد ما تغلب على طلائع الجيش بهدفين نظيفين في اللقاء اللي أقيم ما بينهم يوم الأحد اللي فات، واللقاء ده كان مؤجل من الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري الممتاز عشان يحقق الفريق الأحمر الفوز الثالث فيه على التوالي في بطولة الدوري، ويرفع رصيده ل 20 نقطة وينط خمس مراكز دفعة واحدة، واحتل المركز الخامس في جدول ترتيب المسابقه. ريمونتادا الاهلي في بطوله الدوري الممتاز اعادت طبعا الاذهان تاريخ طويل من البطولات واللي كان الفريق فيها بعيد عن الفوز، الا ان طبعا الفريق قدر ان هو ينتفض ويرجع للتتويج باللقب، واكيد كان ابرزها في موسم 95-96 واللي شهد تكوين فريق الاحلام لنادي الزمالك لما ضموا عدد من النجوم المميزين في الكوره المصريه، وكان على راسهم وقتها خالد الغندور واحمد الكاس واسماعيل يوسف وايمن منصور وحازم امام ومحمد صبري ونادر السيد. واعلن النادي الابيض وقتها ضم 9 صفقات قويه، وكان البعض طبعا متخيل ان خلاص الامور محسومه لاولاد ميت عقبه عشان يفوزوا بالدوري في الموسم ده،
خصوصا طبعا مع تفوق نادي الزمالك في نهايه الدور الاول بس بفرق 13 نقطه. لكن الدور الثاني بقى شاف ريمونتادا تاريخيه مش هتنساها ابدا جماهير النادي الاهلي، توج الفريق باللقب في النهايه بفرق 4 نقط مع نادي الزمالك بعد ما فاز في مباراه القمه واللي اقيمت في ختام الدوري بانسحاب نادي الزمالك اعتراضا على هدف حسام حسن واللي احتسبه أدري عبد العظيم حكم المباراه. بدايه انتفاضه النادي الاهلي في بطوله الدوري كانت في موسم 81-82، تفوق نادي الزمالك في القمه بفرق 6 نقط كامله برغم ان الفايز كان بيحصل وقتها على نقطتين بس، وده طبعا اللي كان معناه ان النادي الاهلي كان متاخر ب3 مباريات. والغريب ان النادي الاهلي رجع برضه وقدر ان هو يخطف لقب الدوري بعد الصراع شرس جدا مع نادي الزمالك وتفوق بفرق نقطه واحده. كانت طبعا مباراه القمه ما بين الفريقين هي الاخيره في بطوله الدوري وقتها في الموسم ده، وجت طبعا مليانه بالحماس وبالاثاره عشان تنتهي بالتعادل السلبي ويتوج وقتها النادي الاهلي بلقب بطوله الدوري. وفي التاريخ طبعا الجديد بقى لسه جماهير النادي الاهلي فاكره طبعا موسم 2010-2011 لما كان برضو النادي الاهلي متاخر بفرق 7 نقط كامله ورا نادي الزمالك وعانى طبعا من تغييرات فنيه في منتصف الموسم ده، وبعد كده تم التعاقد مع البرتغالي مانويل جوزيه في ولايته الثالثه للنادي الاهلي. وقتها برضو اكد جوزيه انه لا يطمح في التتويج باللقب عشان يرفع الضغوط عن اللعيبه، ورجع النادي الاهلي بقوه وعوض فرق 7 نقط بفضل طبعا خبرات الدهيه البرتغالي واللي غير من شكل الفريق الاحمر تماما في الدور الثاني. والاغرب بقى من كده ان الفريق توج باللقب قبل نهايه المسابقه ب3 اسابيع كامله. كمان الجمهوريه اتكلمت النهارده وقالت ان بدا مجلس اداره النادي الاهلي انه ياخد خطوات جاده عشان طبعا بناء استاد النادي الاهلي، واللي كان المجلس وعد بتنفيذه قبل الانتخابات الاخيره. استقبل النادي الاهلي وفد من الحكومه الصينيه ومن السفاره الصينيه في القاهره ومجموعه شركات عملاقه في مجالات المقاولات والتمويل والاستثمار العقاري والصناعي عشان يشوفوا ازاي ممكن يتعاونوا عشان طبعا يقدموا حاجه كويسه للنادي الاهلي خلال الفتره القادمه. جت زياره الوفد بناء على تكليف كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي لمحمد سراج عضو مجلس اداره النادي الاهلي عشان يتواصلوا مع عدد من الشركات العالميه العملاقه ازاي يتعاونوا مع النادي الاهلي في مجال المنشات الرياضيه والمشروعات الضخمه، واللي اكيد النادي الاهلي او مجلس اداره النادي الاهلي عنده رغبه ان هو ينفذها وطبعا يحط رؤيه ليها وتصور خلال المرحله المقبله ويتم تنفيذها في اسرع وقت. ده كان أهم الكلام اللي اتقال في الجرايد. تعالوا دلوقتي نشوف معاكم أخبار النادي الأهلي من على مواقع الإنترنت. الموقع الرسمي للنادي الأهلي تدريبات خفيفة للاعب الأهلي في ميران اليوم. الشروق عاشور ينتظم في تدريبات الأهلي الجماعية. بوابة أخبار اليوم مؤمن زكريا يكتفي بالجيم في ميران اليوم. المصري اليوم ثنائي الأهلي فتحي والشناوي واصلان التأهيل في الجيم. كرة الأهلي يستعيد أجاي في يناير. اليوم السابع محمد يوسف الأهلي هدفه بطولة الدوري ولا أنشغل بصفقات يناير. الأهلي.com الكاف حكم تونسي يقود مباراة الذهاب بين الأهلي وأبا جيبار والصومالي للعودة. الموقع الرسمي للنادي الأهلي، الأهلي يعلن استلام أرض فرع التجمع بعد صدور القرار الوزاري اليوم. الموقع الرسمي للنادي الأهلي، رجال سلة الأهلي يبدأ المعسكر لمواجهة سبورتنج. نروح معاكم لتفاصيل اهم الاخبار اللي اتقالت عن النادي الاهلي على مواقع الانترنت، وهنبتدي مع الموقع الرسمي للنادي اللي قال ان لعيبه الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي واللي شاركوا بشكل اساسي في مباراه طلائع الجيش ادوا تمارين خفيف النهارده الصبح على ملعب مختار بتتش، وخوض اللعيبه جانب من التدريبات البدنيه الجماعيه والاستشفائيه مع بدايه التمرين. وقال كمان ان استكمل اللعيبه اللي خاضوا مباراه طلائع الجيش التمرين الصباحي بمباراه للكره الطايره بالقدم خدها اللعيبه على فريقين، وبيستعد النادي الاهلي طبعا لمواجهه جمال اثيوبيا يوم الجمعه اللي جايه في ذهاب دور ال 32 من بطوله افريقيا للانديه الابطال. كمان الشروق قالت ان انتظم حسام عاشور لاعب الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي في تدريبات فريقه الجماعيه صباح اليوم، وشارك في التمرين بشكل كامل بعد ما تعافى من الاصابه بجزعه في الرباط الخارجي للركبه واللي بعدته عن المشاركه في التدريبات خلال الفتره الاخيره. خاض الفريق مباراه وديه امبارح قصاد نجوم السادات فاز فيها بسباعيه نظيفه، وطمن خلالها الجهاز الفني على مستوى اللعيبه اللي غايبين عن المشاركه.
كمان بوابة أخبار اليوم قالت إن أدى مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي جلسة تأهيل في صالة الجيم على هامش تمرين الفريق النهاردة يوم الثلاث، واللي كان مقام على ملعب مختار التتش في الجزيرة. بيعاني مؤمن زكريا من الإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية تعرض ليها في مباراة فريقه الودية امبارح قصاد نجوم السادات، وخرج من الشوط الثاني وما استكملش اللقاء. كمان المصري اليوم قال ان واصل احمد فتحي ومحمد الشناوي لعيبه الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي اداء التدريبات التاهيليه في صاله الجيم على هامش تمرين الفريق اللي اقيم النهارده الصبح. وبيعاني فتحي من الاصابه بشد في العضله الاماميه، وكمان بيعاني حارس النادي الاهلي من شد في العضله الضمه. موقع الكوره كمان قال ان تعافى نيجيري جونيور اجاي مهاجم النادي الاهلي من اصابته اللي اتعرض ليها بقطع في الرباط الداخلي للركبه، ورجع للانتظام في تدريبات فريقه بشكل طبيعي النهارده يوم الثلاث عشان ياكد جاهزيته للرجوع مره ثانيه للملاعب. ومن المنتظر ان يتم اعاده قيد اجاي في قائمه النادي الاهلي المحليه بدايه من شهر يناير المقبل، بعد ما تم رفع اسمه من قائمه الفريق بدايه الموسم بعد طبعا اصابته اللي اتعرض ليها في شهر اغسطس اللي فات. وهيشارك اجاي في مباريات وديه بياخدها النادي الاهلي خلال المرحله القادمه عشان يتم تجهيزه بقوه للرجوع للملاعب واستعاده لياقته البدنيه. كمان اليوم السابع قال ان محمد يوسف المدير الفني المؤقت للنادي الاهلي اكد ان الفريق بيلعب دايما لحصد بطوله الدوري الممتاز، وهي خطه الفريق طويله المدى، ولكن المرحله الحاليه بيتم العمل في كل مباراه على حده من اجل الفوز بالمؤجلات والاستمرار في المنافسه على قمه البطوله، وهو المكان طبعا الطبيعي للنادي الاهلي. يوسف كمان قال ان لعيبه النادي الاهلي على قدر المسؤوليه، عندهم اصرار على الظهور بشكل قوي خلال المباريات القادمه واثبات قدرتهم على حصد بطولة الدوري، ولا يوجد فرق بين بدلاء وأساسيين في النادي الأهلي. وهو ده اللي حصل خلال المباريات اللي فاتت لما تم الدفع بأحمد الشيخ وباسم علي وميدو جابر، وظهروا بشكل مميز. قال كمان محمد يوسف أنه مش بيشغل نفسه دلوقتي بالصفقات اللي هيتم التعاقد معها أو إبرامها من قبل المسؤولين في النادي الأهلي خلال الفترة الحالية، وأنه عنده ثقة كبيرة جدا في اللعيبة المتواجدة في النادي الأهلي، وبيتمنى عودة اللعيبة المصابة في أقرب وقت ممكن، وده اللي أكيد هيزيد من قوة الفريق في المرحلة القادمة. كمان موقع الأهلي دوت كوم قال إن أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف عن أسامي حكام مباراة النادي الأهلي ضد جيم أبا جيفار الأثيوبي. هتقام مباراة الذهاب يوم الجمعة إن شاء الله 14 ديسمبر على ملعب برج العرب، وهيقام لقاء العودة يوم 21 من نفس الشهر في أثيوبيا. هيقود مباراة الذهاب طقم تحكيمي بيقوده التونسي صادق السلمي، وبيعاونه الليبي عطية مصاد والتونسي أيمن إسماعيل. الحكم التونسي هو من أدار مباراة الذهاب ما بين الأهلي والوصل الإماراتي في البطولة العربية، ورفض أنه يحتسب ضربة جزاء واضحة للنادي الأهلي في اللقاء واللي انتهى طبعا وقتها 2-2. بيقود مباراة الإياب طاقم تحكيم صومالي بقيادة حسن محمد حاجي، وبيعاونه حمزة حاجي ومحمد نور، ولم يحدد حتى الآن ملعب المباراة. وبينضم لنا دلوقتي عبر الهاتف زميلنا شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي، واللي كان متواجد النهارده في تدريب الفريق الصبح. شريف مساء الخير عليك. مساء الخير عليك شيماء وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. عايز أعرف منك طبعا كواليس تدريب النهارده كانت عاملة ازاي؟ سمعنا إن كان في مباراة كرة طايرة بالقدم النهارده ما بين لاعبين النادي الأهلي. خليني اقول لك ان الاهلي بيستعد للمباراه الافريقيه الجمعه القادمه باذن الله. يمكن ان تدريب الاهلي كان في 9:30 صباحا، كان تدريب خفيف نوعا ما، يمكن كان في اطالات وكان في جري حوالين الملعب، كان في مجموعه بتلعب كوره بالقدم طبعا بس بالطايره، كان في مجموعه اخرى بتلعب تقسيمه صغيره جدا للكره، كان في تدريبات نار تكتيكيه في نهايه التمرين على انهاء الهجمه والضغط على الخصم. يمكن الكابتن محمد يوسف كان حريص يعقد جلسه صغيره كده مع كريم نجد في الملعب، كابتن سيد الحفيظ مدير الكره ايضا عمل جلسه مع عمرو جمال. يمكن يعني في نهايه التمرين الكابتن وليد سليمان اشتكى بخبطه في سمانه القدم، ويمكن
خرج في نهاية التمرين من التمرين. هطمنك عليه في نهاية المكالمة. يمكن كابتن طارق سليمان في على الجانب الآخر مدربين الحراس، مدرب الحراس مع شريف إكرامي، علي لطفي، مصطفى شوبير، أحمد طارق سليمان، يمكن كابتن محمد الشناوي دخل في نهاية التمرين مع كابتن طارق سليمان وشارك بشكل ممتاز جدا. يمكن التأهيل مستمر للشناوي لكابتن فتحي مع الكابتن طارق عبد العزيز. كان في النهار تمرين اضافي الساعه 3:30 عصرا لاجاييه والصالح جمعه ومصطفى شوبير واحمد طارق، كان تحت قياده كابتن عادل مصطفى. خليني اقول لك ان الكل شغال، كان ليا جلسه مع طبيب الفريق او رئيس الجهاز الطبي الدكتور خالد محمود للاطمئنان على جميع الاصابات، على حاله وليد سليمان اللي هو غادر التمرين في اخره. ويمكن قال لي وليد سليمان عنده كدمه في سمانه القدم في جنب السمانه، يعني هيجهزه باذن الله للمباراه الافريقيه، بيقول لي بالكثير قوي باذن الله مش تاخد لها يوم او يومين بالكثير جدا وهيكون جاهز للمباراه الافريقيه. سالته على محمد نجيب، قال لي محمد نجيب بنتكلم في حوالي من اسبوعين لثلاثة. احمد فتحي خلاص قال لي قرب خالص. اجاييه النهارده بيشارك في تدريبات الكوره بشكل طبيعي جدا وبشكل منتظم جدا وبيعلن كل يوم جاهزيته للعوده للاهلي من جديد. علي معلول النهارده شارك ايضا في فتره كبيره من التمرينات برضه بيعلن جاهزيته خطوه خطوه. سعد سمير يعني من 4 لـ5 أسابيع للاسف الشديد هيكون غيابه عن النادي الاهلي، ازاره خلاص يعني بنتكلم يعني للاسف برضه مش هيلحق مباراه الافريقيه، هيكون جاهز بعد المباراه الافريقيه. ربيعه محتاج شهر، وفي خلال الشهر ده هيقوم باجراء التدريبات البدنيه فقط لا غير دون التحامات علشان خاطر الكسر اللي في يده او في اصبع اليد. شناوي امامه اسبوع او اقل ويكون مشارك بصفه طبيعيه جدا. صلاح محسن امامه مش اقل من 3 أسابيع. الشيخ برضه بعد المباراه الافريقيه هيكون جاهز. عاشور نزل التمرين وجاهز. صالح جمعه ايضا يعني الراجل ببرنامج بدني وبينفذه على اكمل وجه. مؤمن زكريا ومين وهيكون موجود. وارجع واطمنك تاني ان وليد سليمان باذن الله هيلحق باذن الله المباراه الافريقيه باذن الله. هو الدكتور قال مش محتاج اكتر من يومين باذن الله وجلساته هيكون جاهز للمباراه الافريقيه. شيما اتفضلي. شكرا ليك شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي اللي كان موجود النهاردة في تدريب النادي الأهلي الصباحي، واللي طبعا طمنا بشكل وافي عن كل لعيبة النادي الأهلي. نرجع مرة تانية بقى لأخبار الأهلي من على موقع الإنترنت، ونروح للموقع الرسمي للنادي الأهلي اللي قال إن مجلس إدارة النادي برئاسة كابتن محمود الخطيب اللي عقد امبارح جلسة يوم الاثنين في فرع النادي في الشيخ زايد وجه الشكر لعمرو فاروق نائب الرئيس على المجهود الكبير المبذول في ملف أرض فرع النادي الفرع الرابع في التجمع الخامس بعد ما نجحت جهود النادي الأهلي في إنهاء كافة الأمور المتعلقة بأرض الفرع الجديد واللي تم توقيع عقودها يوم 25 من سبتمبر الماضي. صدر امبارح يوم الاثنين القرار الوزاري رقم 1116 الخاص باستلام الأرض نظير مبلغ وقدره 700 مليون جنيه مصري هيسددها النادي الأهلي طبقا لشروط التعاقد. كمان المجلس عمل أو شكل لجنة برئاسة العمري فاروق نائب الرئيس وعضوية كمان كابتن ابراهيم الكفراوي وطارق انديل ومحمد الضماطي ومحمد الجرحي اعضاء مجلس الاداره عشان يستفيدوا بخبراتهم في تسويق العضويات بالفرع الجديد، برغم طبعا ان في حجم متزايد على التقديم بطلبات للاشتراك في الفرع الجديد واللي تلقاها النادي الاهلي يوميا بعد ما فتح الاشتراك في الفرع بنظير مبلغ 200,000 جنيه مصري. وطبعا يمكن للعضو المشترك في فرع التجمع الخامس ان هو يستكمل قيمه عضويته في جميع الفروع الخاصة بالنادي الأهلي سواء الجزيرة أو مدينة نصر أو الشيخ زايد، ويقدر يعمل كده على مدار 4 سنين. كمان الموقع الرسمي للأهلي قال أن رجال النادي الأهلي لكرة السلة هيبدأ النهاردة يوم الثلاث معسكر مغلق استعدادا لمواجهة نظيره فريق سبورتنج في إطار منافسات نص نهائي بطولة دوري المرتبط للمحترفين. قرر طارق خيري المدير الفني دخول اللعيبة معسكر مغلق في إسماعيلية استعدادا لمباراة الذهاب والإياب يوم الخميس والجمعة اللي جاية من أجل الاستعداد بشكل مميز لتلك المباراة، وبيخضع لعيبة النادي الأهلي أو الفريق الأول لكرة السلة لتدريبات بدنية مكثفة بالإضافة لمحاضرة فيديو بيعقدها الجهاز الفني مساء اليوم عشان يشرح العديد من الأمور الفنية المتعلقة بالمباراة. مشاهدينا معنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقرتنا في كلام في الميديا، خليكم معنا.
سريعا لسه مكملين معاكم فقرتنا في كلام في الميديا. بنوصل معاكم دلوقتي لاهم الاخبار المحليه والعالميه وكمان اخبار محترفين في الخارج. اليوم السابع الجبليه تحدد شروط اوديه الاستعداد لموقعة نايجر. الكاف يجبر المنتخب على خوض مبارياته ببرج العرب بنسبه 75% للجماهير. الفجر شوبير لم اطلب الجلوس مع جاري. البوابة نيوز شوبير تطبيق تقنية الفيديو الفار مستحيل. الوفد كمان قالت ان ابو ريده يصل شرم الشيخ الخميس لحضور نهائي بطوله افريقيا للكره الشاطئيه، اما الشروق فقالت ان مدرب الفراعنه للصالات ضمن قائمه الافضل في العالم. بيتو قالت عقد اجتماع مجلس اتحاد الكوره يوم 25 ديسمبر. وفي الجول في منشطها قالت كريم ممدوح مدارا يرغب في ضمي والامر في يد دجله. والشروق كمان عنوانت اليوم 8 مباريات في الجوله الاخيره في دوري الابطال، ليفربول ونابولي وسان جيرمان يتصارعون على بطاقتي التاهل لثمن النهائي. اما اليوم السابع فقالت الحارس نابولي ليفربول ليس محمد صلاح فقط، سوبر كوره كمان. قالت سكاي سبورتس تمنح صلاح لقب الافضل في الجوله 16 في البريمير ليج. والمصري اليوم كانافارو لا يمكن ايقاف صلاح وماني وفيرمينو الا بالتدخل الشرطه. كوره كمان النهارده كتبت في عنوانها الشحات اتوقع مسانده جماهيريه غير عاديه للعين في كاس العالم للانديه. اما سبورت السعوديه فقالت رئيس الاهلي يعلن سحب شاره القياده من شيفو. وكمان سبورت 360 قالت ان سولاري يرد على رونالدو التواضع هو فضل عظيم. كمان موقع يورو سبورت العربيه كتبت في عنوانها رسميا نيمار يوقع على عقود البقاء في باريس سان جيرمان. كمان 13 قالت مدرب ريفر بلايت تحدى ريال مدريد. اما بطولات فكتبت لاعب ريال بيتيس هناك ميسي واحد فقط ولا يمكن مقارنتي معه. نروح بقى معاكم سريعا للتفاصيل وهنبتدي بتفاصيل اهم الاخبار المحليه. هنبتديها مع اليوم السابع اللي قال ان فتح اتحاد الكوره خطوط اتصال مع عدد من الاتحادات الافريقيه المجاوره للنايجر لخوض مواجهه وديه رسميه خلال الاجنده الدوليه لشهر مارس اللي جاي قبل مواجهه النايجر الرسميه في الجوله الاخيره من التصفيات المؤهله لامم افريقيا واللي طبعا تاهل ليها خلاص الفراعنه، وذلك لتنفيذ تعليمات الاتحاد الدولي للعبه واللي بيرفض خوض مواجهة ودية في قارة أخرى بنفس الأجندة إلا بشروط، وأهمها مرور 5 أيام بين المباراة والأخرى، وده طبعا اللي هيكون صعب تنفيذه نظرا لأن الأجندة الدولية ممتدة ل9 أيام فقط. ومن جانبه أكد هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكورة صعوبة إقامة المباراة الودية المقبلة في أي من البلدان العربية لضيق الوقت، وده طبعا اللي خلى اتحاد الكورة يستقر على إقامة المباراة في أحد البلدان القريبة من النايجر عشان يتفادى ضيق الوقت والتماشي طبعا مع تعليمات الفيفا بإقامة المباريات الودية في نفس القارة الأفريقية. كمان سوبر كورة قال ان جاء خطاب الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف بضرورة ان تتواجد الجماهير في المباريات اللي بتتبع الكاف بنسبة 75% من سعة الاستاد عشان يجبر مسؤولين الجبلية على اقامة مباريات المنتخب اللي جاية في استاد برج العرب. بيشهد استاد القاهرة دلوقتي بعض الاصلاحات الى جانب ان اقامة مباريات المنتخب عليه او في اي استاد داخل مدينة القاهرة هيتسبب في حالة كبيرة من الازدحام داخل المدينة، وبالتالي هيكون استاد برج العرب هو الافضل لاستضافه مباريات المنتخب اللي جاي، خصوصا طبعا ان هو بيسع ل 60,000 مشجع وكمان بيبتعد عن المناطق السكنيه. الوفد كمان قالت ان نفى كابتن احمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكوره طلبه ان هو عايز يقعد مع المكسيكي خافير اجيري المدير الفني لمنتخب مصر، وقال شوبير ان اجتماعه مع الجهاز الفني لمنتخب مصر ليس من اختصاصه، واكد كمان انه يجب على كل شخص ان يعرف دوره. كمان البوابة نيوز قالت ان اكد كابتن احمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكورة ان اعتماده تقنية الفيديو او الفار في الدوري المصري محتاجة لامكانيات كبيرة جدا. قال كمان كابتن احمد شوبير يجب ان ينسى الجميع تقنية الفيديو لسنوات طويلة، الامر محتاج مبالغ ضخمة. وقال كمان على مر التاريخ يقطأ الحكام هذا امر طبيعي ولا يوجد رشاوي تحكيمية فهذا امر مستحيل.
الوفد بقى قالت ان هاني ابو ريده رئيس اتحاد الكوره هيوصل شرم الشيخ بعد بكره يوم الخميس عشان يحضر نهائي بطوله افريقيا للكره الشاطئيه والمقرر ليها يوم الجمعه اللي جايه. كمان هيحضر لشرم الشيخ احمد شوبير نائب رئيس الاتحاد وبرده كابتن حازم امام وسيف زاهر، وهيوصل برده احمد رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف لشرم الشيخ عشان يحضر المباراه النهائيه. الشروق كمان قالت ان هشام صالح المدير الفني للمنتخب الوطني لكره الصالات دخل ضمن قائمه المرشحين لجائزه افضل مدرب لكره الصالات سنه 2018 في العالم، ونجح هشام صالح ان هو يقود المنتخب الوطني لشباب كره الصالات ان هم يحصلوا على برونزيه الاولمبياد واللي اقيمت في الارجنتين في اكتوبر اللي فات. اتكلم هشام صالح ان هو قد ايه سعيد ان هو متواجد في قائمه افضل 10 مدربين على مستوى العالم في اللعبه، وقال كمان بانه ممكن يكون متواجد في قائمه افضل 3 مدربين على مستوى العالم ولن يقتصر الامر على وجوده في قائمه العشر الاوائل فقط. كمان فيتو قالت ان مجلس اداره اتحاد الكوره برئاسه المهندس هاني ابو ريده حدد يوم 25 ديسمبر الجاري ميعاد لعقد اجتماع المجلس، واللي كان مقرر ان هو يتم عقده امبارح يوم الاثنين. اتفق مسؤولين اتحاد الكوره على تاجيل عقد الاجتماع نظرا لسفر العديد من الاعضاء خارج القاهره، طبعا منهم اللي راح لشرم الشيخ عشان يحضر مباريات بطوله كاس العالم للكره الشاطئيه. كمان الشروق قالت ان الساعه 10 مساء النهارده بتتجه الانظار نحو ملعب الانفيلد معقل ليفربول الانجليزي المحترف ضمن صفوف محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني لما يستضيف نابولي في مباراه في الجوله الاخيره لمباريات المجموعه الثالثه في مسابقه الشامبيونز ليج. في التوقيت نفسه بيحل باريس سان جيرمان الفرنسي ضيف ثقيل على النجم الاحمر الصربي، اذ طبعا تحدد المباراتان الناديين المتاهلين لدور ال 16 في المسابقه. بيتصدر المجموعة برصيد 9 نقط، بيحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني وبرصيد 8 نقط، وبعد كده ليفربول مع 6 نقط، واخيرا النجم الاحمر مع 4 نقط. محتاج ليفربول ان هو يفوز بهدف نظيف او بفرق هدفين على الاقل عشان يتاهل في حاله فوز باريس سان جيرمان على النجم الاحمر عشان يتاهل ريتس والفريق الفرنسي. اما في حاله بقى فوز فريق محمد صلاح وخساره فريق سان جيرمان فهيتاهل ليفربول ونابولي، وفي حاله تعادل ريتس بيودع البطوله وبيتاهل فريق سان جيرمان ونابولي باي نتيجه. كمان اليوم السابع قال ان ديفيد اوسبينا حارس مرمى نابولي الايطالي ابدى ثقته في قدرة فريقه ان هو يصعد لدور ال 16 في مسابقة دوري ابطال اوروبا والتشامبيونز ليج لما يواجه ليفربول الانجليزي مساء اليوم، وحذر زمايله من خطورة وصيف النسخة الأخيرة. وقال اسبينا في تصريحات لصحيفة ذا سان الإنجليزية محمد صلاح لاعب رائع وقدر ان هو يسجل 3 أهداف في مباراة ليفربول الأخيرة في مسابقة الدوري الإنجليزي قصاد بورنموث، لكن ليفربول بيمتلك مجموعة من اللعيبة المميزة مش محمد صلاح بس، لازم نكون حذرين من خطورة بقية عناصر الفريق. وقال كمان ليفربول يعتمد على الأداء الجماعي وليس على لاعب واحد، وده سر وصول الفريق لنهائي النسخة الماضية من مسابقة الشامبيونز ليج. لسه مكملين معاكم اخبارنا العالميه. سوبر كوره كمان نقلت عن شبكه سكاي سبورتس البريطانيه اللي اختارت النجم المصري محمد صلاح افضل لاعب في الجوله ال 16 في مسابقه الدوري الانجليزي الممتازه والبريمير ليج. سجل محمد صلاح 3 أهداف هاتريك في فوز ليفربول على بورنموث برباعيه نظيفه في المباراه اللي جمعتهم يوم السبت اللي فات. رفع محمد صلاح رصيده من الاهداف ل 10 اهداف عشان يتقاسم صداره الهدافين في البريمير ليج مع الجابوني اوباميانج لاعب أرسنال الإنجليزي. تصدر ليفربول جدول الترتيب في الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة متفوق بفرق نقطة واحدة بس عن المان سيتي صاحب الوصفة. كمان المصري اليوم قال ان باولو كانافارو قائد السابق لنادي نابولي الايطالي اتكلم عن توقعاته للمباراه المصريه اللي هتجمع ما بين نابولي ومضيفه ليفربول الانجليزي النهارده في الانفيلد رود من اجل التاهل لدور ال 16 من دوري ابطال اوروبا. قال كانافارو في تصريحات صحفيه الاحصائيات بتقول ان نابولي هيسجل هدف ثم سيحتاج ليفربول لتسجيل على الاقل 3 اهداف. انشيلوتي بهدوءه الاولمبي هو الرجل المناسب لنابولي وسيسحب همسك الفريق كما يفعل دايما. واتكلم برضو قال ان الفائز السابق بالكرة الذهبية فابيو كانافارو اتكلم عن ثلاثي الهجوم من الريتس قائلا ماني وفيرمينيو وصلاح بيجروا لو كما انهم يستقلون درجات نارية، ايقافهم يتطلب تدخل الشرطة، هم لعيبة على اعلى مستوى كمدافعي نابولي الايطالي.
كمان كورة قالت إن حسين الشحات المحترف في صفوف العين الإماراتي عبر قد إيه هو فخور بالمشاركة المرتقبة مع فريقه في بطولة كأس العالم للأندية. قال الشحات في تصريحات صحفية: سعادتي كبيرة جدا بالانضمام لكيان كبير، حيث أنا بعد مرور نصف موسم فقط أحصل على بطولتي الدوري والكأس وأحظى اليوم بشرف المشاركة في بطولة العالم للأندية في الإمارات. قال كمان: في اعتقادي أنه أمر رائع، خصوصا أن تلك البطولات هي الأولى بالنسبة لي في مسيرتي الكروية. طبعا العين هيخوض بكرة إن شاء الله يوم الأربعاء مباراة الافتتاح لمونديال الأندية قصاد ويلينغتون النيوزيلندي. كمان صحيفة سبورت السعودية قالت ماجد النفاعي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي أكد تحويل إشارة قيادة الفريق من اللاعب المصري محمد عبد الشافي لزميله البرازيلي جوزيف دي سوزا. وقال أن النفاعي في تصريحات صحفية سيتم سحب إشارة الكابتن من اللاعب محمد عبد الشافي ومنحها للاعب جوزيف دي سوزا بعد الشتاء. وقال كمان تراجع نتائج الفريق بسبب إهدار اللاعبين الفرص السهلة في المباريات، فضلا عن عدم توفيق الإدارة في بعض الصفقات خلال الصيف الماضي، والمدرب بابلو جويري ليس الأفضل ولكنه مدرب مجتهد وتربط علاقة قوية مع اللاعبين. كمان سبورت 360 قالت ان التصريحات اللي اطلقها البرتغالي كريستيانو رونالدو على تتويج لوكا مودريتش بالكره الذهبيه، وكمان تفضيل فريقه الحالي يوفنتوس على ريال مدريد اللي صنع معاه الكثير من الامجاد والبطولات الجماعيه والفرديه، اثارت الكثير من الجدل وردود الفعل. ووجه سانتياغو سولاري مدرب نادي ريال مدريد رساله مشفره لصاروخ ماديرا، وقال له فيها في تصريحات طبعا نقلتها صحيفه الماركا الاسبانيه: التواضع هو فضل عظيم، هذا هو ما جعل ريال مدريد عظيم. وقال كمان: التواضع هو ما جعل ريال مدريد عظيم، وكريستيانو رونالدو هو تاريخ ريال مدريد الحي ومشاعره شيء خاص به. وقال كمان في كلامه: لا يستطيع أحد محاكمة رونالدو على ما يشعر به حاليا، لكننا في ريال مدريد نعلم أن التواضع سيصل بنا للمزيد من البطولات، وأن كريستيانو رونالدو سيبقى جزء من تاريخ النادي الملكي. كمان يورو سبورت العربية قالت أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أحكم قبضته على نجمه الأول نيمار دا سيلفا في خطوة هتمنعه بشكل كبير جدا من الرحيل عن العاصمة باريس لأجل غير مسمى. فالإعلان الأخير اللي تم الكشف عنه ما بين اللاعب البرازيلي وأحد البنوك هي طبعا هيقوي أكيد من بقائه مع باريس سان جيرمان، وتتضمن الاتفاقية ما بين الطرفين التكفل بحقوق الصورة والأمور التسويقية للشركة لاستخدام نجم باريس سان جيرمان كوجهة دعائية وإعلانية ليها. بيمتلك اللاعب حوالي 210 مليون متابع ليه عبر حساباته المختلفة على مواقع السوشيال ميديا، وده اللي استغلته أكيد إدارة البنك عشان تقدر تربط نيمار بالنادي وتروج للبنك بشكل كبير. كمان وان ثري قالت ان مارسيلو مدرب ريفر بليت الارجنتيني المتوج مؤخرا بلقب كاس الليبرتادوريس ان فريقه قادر على تقديم اداء جيد في بطوله كاس العالم للانديه واللي هتقام ان شاء الله في الامارات خلال الايام اللي جايه. وقال كمان ان هو يستطيع ان هو ينافس ريال مدريد بطل اوروبا. وقال كمان في تصريحاته اللي نقلتها عنه وسائل الاعلام الاسبانيه: اذا كنا سنقارن فارق الامكانيات فبالطبع لا يمكن التنافس بنفس القوة، لكن هذا الفريق أظهر قدرته على اللعب مثل هذه المباريات مع أي منافس، بالتأكيد هيلعب بشكل تنافسي. وقال كمان: أعتقد أننا نستطيع مواجهة أي فريق، وهنكون على استعداد للسفر لأبو ظبي والتفكير في منافسينا المقبلين، بينما نستمتع قليلا لأن ما حققناه لا يمكن تكراره. موقع بطولات كمان قال ان الارجنتيني جيوفاني لاعب وسط نادي ريال بيتيس الاسباني رفض مقارنته من جانب جماهير فريقه بمواطنه ليونيل ميسي قائد برشلونه. وقال اللاعب في تصريحات لقناه نادي الرسميه: لا يوجد اي تشابه بيني وبين ميسي، في ميسي واحد بس، سمعت جماهير بيتيس في اكثر من مره بتناديني بميسي لكن هذا لا معنى له. قال كمان نجم الفريق الاندلسي: ميسي بيتواجد فقط في برشلونه وفي كل جوله يمتع الجماهير بمهاراته وبسحره المميز. مشاهدينا معانا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقيه فقرتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا. رجعنا
سريعا ودلوقتي معادنا مع جولتنا في السوشيال ميديا. هنبتدي بناصر ماهر لاعب النادي الاهلي اللي نشر صوره على تويتر من مباراه الفريق الاخيره مع طلاء على الجيش وكتب: لا تستسلم ابدا، لا تتخلى عن احلامك مطلقا. وأرياض شيتوس لاعب الاهلي السابق ومدرب المنتخب الاولمبي الحالي نشر صوره على الانستجرام وعلق عليها: اذا تدربت بشكل سيء ستلعب بشكل سيء، ولكن اذا كنت كالوحوش في التدريب ستلعب بنفس الطريقه. نشر ريال ميسي كمان صوره على انستغرام مع ادريان ياسا زميله السابق في برشلونه ولاعب فاز الكابي الياباني الحالي، وزار برشلونه امبارح وكتب: يا لها من زياره جميله، سعيد لرؤيتك مره اخرى ياسا. نشر كمان لويس فارز صور على تويتر من زياره ياسا وكتب: كم هو لطيف، انا اراك مره اخرى ياسا. إيفان راكيتيتش نشر صورة لي مع انيستا برضه على تويتر وعلق: يا لها من فرحة كبيرة، رؤيتك مرة أخرى. نشر كمان مورك تشتايجن حارس مرمى برشلونة صورة مع انيستا على تويتر وكتبوا: كأنه لم يمضي يوم واحد. نشر آرثر ميلول صورة مع انيستا على تويتر وكتب: سعيد جدا لرؤية اللاعب المحبوب انيستا، لطالما أعجبت به كنجم في الملعب الآن أستطيع أن أرى هذا الشخص العظيم. كمان نشر جوردي ألبا لاعب برشلونة صورة مع انيستا على انستغرام وكتب: يا لها من زيارة جميلة، سعيد لرؤيتك، أفتقدك بشدة. كمان أندريا انيستا نفسه فنشر صورة لي من زيارته لنادي برشلونة وكتب: العودة لبيتي دائما لها شعور خاص. نشرت صفحة نادي برشلونة على الانستغرام فيديو لزيارة. كمان نشرت صفحة 433 على الانستغرام صور للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ولطريقة تنفيذه للركلات الحرة في مباريات مختلفة، وكتبت: طريقة ميسي في تنفيذ الركلات الحرة على مر السنين استخرج الفرق ما بينهم. كمان نشر دراكسلر لاعب باريس سان جيرمان صورة على الانستغرام وطبعا زي ما انتم شايفين كان معاه او كان ده اثناء رحلته لصربيا لموجة ريد ستار في دوري ابطال اوروبا، وكتب: في طريقنا لبولغراد اتطلع لتقديم مباراه جيده. كمان نشر جابرييل خاسس لاعب مانشستر سيتي صوره ليه مع والدته على تويتر وكتب: الحب اقوى من اي شيء، اكثر عناد من اي شيء هو فقط حب الام، انت كل شيء بالنسبه لي. نشر أوتوماندي لاعب السيتي صورة لي على تويتر كتب: لا تدع مخاوفك تمنعك، لا يمكن تجاوز المخاوف بالسهولة، ولكن عندما تأخذ وقت لتكون شجاع فإن ذلك يستحق المعركة. أخيرا نشر نجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صورة لي على الانستغرام لابنه بعد حصوله على جائزة وكتب: مبروك. مشاهدينا معنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نستقبل ضيفنا أستاذ محمد السيد الناقد الرياضي في الأخبار المسائية. رجعنا مرة تانية ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، ومنورنا دلوقتي في الاستوديو أستاذ محمد السيد الناقد الرياضي في جريدة الأخبار المسائي. مساء الخير عليك. مساء النور عليك ومرحبا بكل المشاهدين. عايزين طبعا النهارده نتكلم عن حاجات كتير، اكيد هنتكلم عن اللقاء القادم لنادي الاهلي يوم الجمعه في دوري ابطال افريقيا الدور ال 32 قدام جمال اثيوبيا، واكيد هنتكلم برضو عن اللي بيحصل حاليا في النادي الاهلي وعن خطوات التطوير وخطوات يعني اعاده هيكله فريق الكوره وقطاع الكوره ككل جوه النادي الاهلي. خليني في البدايه اسالك، شايف ازاي الخطوات اللي اخذها كابتن محمود الخطيب لاعاده هيكله قطاع الكوره جوه النادي الاهلي؟ خلينا البدايه، انا كنت اتكلمت قبل كده اول خطوه في الاصلاح او في الهيكله او في اعاده الاهلي للمستوى بتاعه او للمنظومه اللي بيمشي عليها او الهدف اللي هو بيسعى ليه دايما، استعاده الثقه واعاده الثقه للعيبه الموجوده حاليا والجهاز الفني بقياده الكابتن محمد يوسف الجهاز الفني المؤقت. دي كانت اول مرحله لازم يبدا بيها، واعتقد ان وجود كابتن سيد عبد الحفيظ في المنصب بتاعه كمدير كوره والجهاز الفني الحالي قدروا مع الانتصارات اللي فاتت في الدوري قدرت الفريق يستعيد ثقته، قدرنا يعني نشوف لعيبه كانت بعيده عن المشاركه صحيح الفتره اللي فاتت
منهم طبعا احمد الشيخ، شفنا كريم نيدفيد، شفنا اكتر من عنصر، احمد علاء دخل، مروان محسن استعاد مستواه بشكل صحيح. كبير وبدا يمكن دي من اهم المكاسب اللي حصلت. انا شايف ان دي اهم خطوه يعني قبل التدعيم، لان احنا لو اتكلمنا عن التدعيمات واتكلمنا عن الخطوات اللي ممكن النادي الاهلي ياخدها كاصلاح او كهيكله، دي مش هتبقى قبل شهر يناير. شهر ديسمبر بالنسبه لي او كنت انا شايفه، كنت اتكلمت ان هو شهر مهم جدا، ان ده هتبني عليه في حوالي 7 مباريات في الدوري، صحيح. مباراتين في افريقيا، هتبني عليه الخطوات اللي جايه. فاما يعني ما كانش في ثقه للعناصر الموجوده، لان هي اغلبها هتكمل. احنا مش هنمشي فريق بالكامل وهنجيب فريق تاني جديد، لا، العناصر الموجوده دي لازم كانت تاخد الثقه بتاعتها، لازم كانت انتصار ورا انتصار ورا انتصار يستعيد الفريق ثقته بنفسه، يستعيد اللعيبه مستواها المعروف عنها، خصوصا الكبوه اللي حصلت للاهلي او الازمه اللي حصلت للاهلي بخساره بطولتين او الخروج من بطولتين ما هياش سهله. أكيد. وطبعا يعني الكل في النادي الاهلي اجمع ان لا، في ازمه، في مشكله بنسعى لعلاجها. المشكله بدات او العلاج بدا من وجهه نظري من استعاده الثقه للمجموعه اللي موجوده، زائد العمل على شهر يناير والتدعيمات والبحث عن مدير فني. اعتقد برضو ان هيبقى في تطوير او هيبقى في شكل افضل للنادي الاهلي بعد شهر يناير. زائد في نقطه مهمه جدا، يعني صحيح. انا عندي المصابين، انا اعتقد ان الاهلي في صفقات هتتم من داخل الفريق. يعني جونيور اجاي يرجع ويتايد، علي معلول يرجع صحيح. ويلعب. انا شايف ان دول صفقات وصفقات أكيد. مهمه أكيد. للنادي الاهلي. يمكن احنا ما حسيناش باهميه الصفقات او اهميه ابرام الصفقات غير لما حسينا ان احنا قاعدين في مستشفى في النادي الاهلي. يمكن سبب الاصابات، يعني الاصابات الكتيره والغيابات الكتيره هي اللي كانت اكيد اتسببت في الازمه اللي مر بيها النادي الاهلي، لو احنا بنوصفها بازمه. خروج النادي الاهلي بدون اللقب من دوري ابطال افريقيا والخروج برده من دور ال 16 في البطوله العربيه، اكيد السبب الحقيقي والرئيسي في الموضوع ده ان كان في اصابات كتير قوي وغيابات عن الفريق. احنا مش عايزين نقول ان هو سبب رئيسي او سبب وحيد، يعني لا، هو في عده اسباب طبعا من ضمنها طبعا، بس يمكن اهمها من ضمنها من ضمنها. لما تلعب برده مبارياتك من غير العماد الرئيسيه والاساسيه في الفريق، فطبيعي ان انت مش هتادي بنفس الاداء. يعني بالظبط، اي غيابات مؤثره، انا مش مختلف، بس انا يعني انا معترض على ان هي العنصر الوحيد او الاساسي في المشكله او خروج الفريق او خسارته لللقب. لا، هو في طبعا عده عناصر، من ضمنها ويمكن عنصر مهم اللعيبه الغيبه او الاصابات او مستشفى الاهلي زي ما بيطلق عليها، ده بالفعل عنصر مؤثر جدا. اكيد، يعني خصوصا ان احنا لو اتكلمنا على الاسامي اللي غايبه او اللي غابت عن الاهلي الفتره اللي فاتت، لا ده فريق، يعني بنتكلم عن احمد فتحي، عن محمد الشناوي، عن سعد سمير بيغيب دلوقتي، عن اجاي، عن علي معلول، عن حسام عاشور على فترات، عن وليد ازارو. رامي ربيع رجع من الاصابه، يعني ايده اتكسرت، ايه صباعه اتكسر، ما لحقش. يعني في مشكله، مؤمن زكريا اتصاب امبارح برده. النهارده الاهلي بيستعيد حسام عاشور، بيعلن غياب سعد سمير لمده 4 اسابيع، لمده شهر. موضوع غريب جدا. ودي على فكره ازمه في الدفاع في المباريات الافريقيه طبعا. يعني احنا بنقول الدور ده او الدور التمهيدي، دور 32 ده، ان شاء الله الاهلي قادر بسهوله ان هو يعديه، ولكن لا، لازم تم تدعيم قوي في مركز قلب الدفاع. لو جيت سالتك، احنا بنتكلم عن التدعيمات دلوقتي وعن صفقات يناير او الصفقات الشتويه، شفت ازاي الصفقات اللي فعلا تم ابرامها يعني حتى الان من قبل النادي الاهلي رسميا، زي وحيد وزي محمد محمود؟ هم صفقتين بالفعل انا شايفهم صفقتين مميزين. يعني محمد محمود لعيب واعد، لعيب شاب، مهم جدا في الحته دي. الاهلي كان محتاج فعلا حته اللعيب نص الملعب صانع اللعب اللي بيمسك كوره، دي الاهلي كان مفتقدها ومحتاجها بشده. محمود وحيد خيار كويس في مركز الظهير الايسر. اعتقد ان التدعيمات الاهم هي اللي لسه جايه، ان زي ما كنا بنتكلم دلوقتي عن الدفاع، الاهلي من اهم المراكز اللي محتاجه تدعيم. شايف مين من وجهه نظرك في الدوري المصري قلب الدفاع كدفاع؟ يعني طبعا ثنائي الاسماعيلي، محمود متولي، وباهر المحمدي، اثنين من اميز اللعيبه. صحيح. في محمود مرعي مدافع وادي دجله بيأدي بصوره كويسه. ممكن الاستعانه بلعيب من خارج مصر. يعني في امكانيه ان ممكن يتم استعانه، يعني اتطرح اسم عمرو طارق. صحيح. بيلعب خارج الدوري المصري. اتطرح اسم برده علي غزال. وعلي غزال، مع ان علي غزال عليه خلاف شويه ان هو برده مش، يعني الناس شايفاه انه مش هو اللي هيفيد او يعمل اضافه قويه لفريق النادي الاهلي، ولكن لو تم برضه ضمه هيبقى برضه من خارج الدوري المصري. الدوري المصري خيارات فيه محدوده. صحيح. يعني الخيارات وكمان الخيارات المتاحه
في كل المراكز بالظبط. احنا بنتكلم على يمكن في الدوري المصري مدافعين مميزين جدا وقليلين, فده اكيد مخلي الثنائي بتاع الاسماعيلي هيبقى صعب يعني. صحيح, صعب التعاقد معاهم. فطبعا في اكيد طبعا الاداره قدامها اكتر من خيار بديل, لان احنا لازم المركز ده يتم فيه التدعيم يعني. ده مركز ما فيهوش خلاف عليه ان هو يتم تدعيم ممكن بلاعب او باثنين. لكن من وجهه نظرك انت ان النادي الاهلي صفقاته القويه هتكون في استعاده اللعيبه اللي كانوا غايبين عن صفوف الفريق في الفتره اللي فاتت, زي ما قلنا اهم صفقات معلول وأجاي من داخل الفريق. صحيح, يعني صحيح. يعني أجاي, معلول, احمد فتحي لما يرجع, صالح جمعه, صالح جمعه طبعا نتمنى ان هو يرجع لسابق مستواه. صحيح, لاعب موهوب, عنده موهبه, عنده امكانيات كبيره جدا, وكمان قدامه الفرصه ان هو يثبت نفسه, وشايف ان هو يعني مركز ان هو لا يتمسك بالفرصه دي. بيوعد الكل ان هو لا هيبقى في مرحله جديده تماما, ان هو هيبقى في صالح جمعه اللي الناس عارفاه, المستوى اللي الناس عارفاه بيه, هيقفل كل الصفحات يعني. صحيح, هو وعد الناس بكده وانا شايف عنده اصرار بكده يعني, موجود متواجد في التدريبات بصوره مستمره. صحيح, بيحاول ان هو يستعيد يتعلم نفسه, يعني هو سنه كان لسه صغير. لأن صحيح, هو تعلم. لان هو عنده دلوقتي قناعه ان دي فرصه ممكن ما تتكررش تاني. صحيح, فاعتقد ان هو مش هيفوتها بسهوله يعني. صحيح. بالمناسبه دي يا جماعه عايز اقول لكم صالح جمعه ان شاء الله هيكون ضيف زميلي عمر ربيع ياسين بعد حلقه كلام في الميديا على طول. طيب نرجع ونتكلم عن المدير الفني القادم للنادي الأهلي, ولو أنت من المسؤولين اللي هيحددوا مين هو المدير الفني القادم للنادي الأهلي تختار مين؟ شفت مين من الأسامي المطروحة واللي طرحت على السوشيال ميديا في الفترة اللي فاتت والاجتهادات الكتيرة اللي شفناها, سواء كانت معلومات أو اجتهادات أو يعني تخمينات زي ما الناس بتقولوا, زي ما الناس بيقولوا, ويمكن آخرهم كان كمان ستيفن بروس. اللي أنا شايفه أو المطلوب للنادي الأهلي مطلوب مدير فني بشخصية مختلفة, شخصية قوية يقدر يبني فريق. دلوقتي الأهلي في مرحلة بناء على مرحلتين, سواء في يناير أو في نهاية الموسم في مرحلة بناء للفريق, محتاج شخصية قوية, محتاج مدرب عنده فكر وعنده مرونة, ما يبقاش معتمد على فكر واحد, مدرب معتاد على البطولات, معتاد على الانتصارات دايما. النادي الاهلي مش زي اي فريق, النادي الاهلي اقوى فريق, هو يعني اكبر فريق في افريقيا, بيدخل دايما بطولاته بهدف الفوز بالبطولات, سواء افريقيا او بطوله عربيه او بطوله دوري. فمن ضمن السمات لازم يكون مدرب بيبحث عن بطوله, مدرب عنده طموح. انت بتشوف ان في مدربين يعني عندهم حاله رضا بالاداء الكويس وانتهاء كويسه من غير ما يحصلوا على بطوله؟ طبعاً في يعني في شخصيات كده طبعا. لو في مدرب طول حياته بيدرب فرق طموحاتها قليله, فده هل تتوقع ان في شخص في الدنيا او فريق في الدنيا ما عندوش طموح ان هو يكسب؟ في يعني في مدربين بيمسكوا فرق في وسط الجدول, في سواء في اي دوري في الدوريات في العالم, بيبقى طموح ان هو يعني يستمر في الدوري ده, بس ان هو ما ينزلش, ما خدش بطوله قبل كده يعني. احنا لو بصينا في مدربين ما خدوش بطولات طول تاريخهم, سواء في الدوريات بتاعتهم او في دوريات او مع منتخبات. يمكن ده مش يعني انا ما اظنش ان ده بسبب ان هم ما عندهمش طموح, ولكن ما عندهمش الامكانيات اللي تأهلهم ان هم ياخدوا بطولات. بس احنا دلوقتي الاهلي مش في اطار تجربه, الاهلي عايز مدرب زي ما قلت, عايز مدرب بطولات, مدرب عنده الخبره الكافيه او على الاقل عنده الطموح. ازاي؟ او على الاقل انا شايف كشخصيه طبعا من خلال المفاوضات او من خلال الكلام مع المدرب, لا انا شايف ان الشخصيه دي هتفيدني. ما في مدربين ما خدوش بطولات ولكن كانوا مستوى يعني, مانويل جوزيه من المدربين اللي ما خدوش بطولات كتير او ما. بس انا شخصيته وطموحه لا كان يعني شبه النادي الاهلي, لا عايز يعمل حاجه يعني. حتى من اول سنه جه فيها هدفه البطولات. مانويل جوزيه كان محظوظ بالجيل اللي معاه طبعا ما فيهاش خلاف, بس هو مدرب عظيم. صحيح, يعني العاملين توفروا, كان في تدعيمات قويه, كان في جيل رائع من اللعيبه طبعا. صحيح, في كل الخطوط, زائد ان هو عنده طموحه هو الشخصي وتعامله مع النجوم دي. عشان كده بقول ان المدرب القوي يقدر يتعامل مع النجوم. يعني احنا كنا بنشوف جوزيه كان بيقعد بركات دكه جنبه, كان بيقعد محمد شوقي, كان بيقعد حسن مصطفى, كان بيقعد عماد متعب ساعات, كان بيقعد فلافيو ساعات. صحيح, لا كان في شخصيه قويه بتقدر تتعامل مع اداره النجوم دي. مع اداره النجوم دي شغل في المدير الفني. انا لو ما قدرتش ادير النجوم اللي معايا او ما قدرتش اطلع منهم افضل شيء, لا انا كده عندي مشكله. صحيح, فانا بنقول شخصيه قويه. فالقصه مش قصه مدرسه او قصه ان انا هجيب مدرب لاتيني او هجيب مدرب اوروبي. طب أو انت سمعت عن اسامي كتير جدا, يمكن زي ما بنقول اخرها كان ستيفن بروس. شفت مين الانسب للنادي الاهلي؟ في اكتر من اسم يعني. انا شفت الارجنتيني دياز
يعني برضو اسمه مميز اسمه كويس شفناه في كذا كارينيو مدرب كويس خد بطولات اللي انا بتكلم عليه صحيح في الدوري السعودي دياس خد بطولات عندهم القدرة على التعامل مع النجوم زي ما بقول يعني اللي اشتغل في الدوري السعودي وفرق زي الهلال وفرق زي النصر لا عنده قدرة في التعامل مع النجوم مش شرط المدير الفني ان انا اجيب واحد او اجيب اسم رنان يعني ستيف بروس اسمه كبير بالنسبة للدوري عندنا هنا او بالنسبة لمصر هو غريب عن المنطقة غريب عن افريقيا غريب عن الدول العربية شايف ان هو ممكن يكون فيها سنة مجازفة شوية صحيح بالنسبة لستيف بروس هو مدرب كبير مدرب ليه اسمه ولكن اعتقد ان هو برضو بقاله فترة ما بيدربش فمش عارف دي برضو هتبقى طبعا يعني انت شايف ان دي ممكن تكون شبيهة بتجربة مارتن يال هي الناس شبهت بيها خصوصا ان هو برضو كان اول مرة يخرج من انجلترا او مرة صحيح. اول مرة يدرب برا اوروبا ففيها شبه كبير يعني ولكن إدارة الاهلي قدامها خيارات كتير تقدر ان هي تختار مدير فني يتناسب مع طموح ويتناسب مع اسم النادي الاهلي صحيح في الفتره اللي جايه هو ده اللي اكيد هيحصل وده اللي متاكدين منه يعني ممكن يعني اكيد احنا مش مستنيين كل ده والجمهور مستني وقاعد كل يوم في انتظار الاعلان عن اسم المدير الفني القادم للنادي الاهلي وهيطلع حد اي كلام اكيد طبعا يعني الوقت اللي بيعدي ده كله عشان يكون في مدير فني اجنبي على قدر النادي الاهلي طبعا مفيش اداره هتجيب مدرب اي كلام يعني مفيش اداره هتجيب للفريق بتاعها مدرب اي كلام لا هيجاب مدرب طبعا شايفينه ان هو مدرب هيقدر يحقق للاهلي محتاجه الاسامي المطروحه فيها ناس كويسه وفي اسامي تانية مش مطروحه وفي مفاوضات الاهلي داخلها في اكتر من خط مع اكتر من مدرب طب خليني اسالك لو كابتن محمد يوسف استمر في تحقيق النتائج الجيده والفوز في المباريات القادمه سواء افريقيا او محليا هل هنلاقي الجمهور بيطالب بضروره الاعلان عن اسم المدير الاجنبي القادم للنادي الاهلي ولا الفوز ده بنعتبره دايما ان هو مسكن ناس بتنسى بيه شويه هو في اصوات بعد المباراه الاخيره بالتحديد طالبت ان لا يعني الكابتن محمد يوسف ياخد فرصه بس المشكله ان الاصوات دي هتتعكس تماما مع اول قدر الله خساره او اخفاق ما هو لا في اصوات كمان داخل اداره الاهلي يعني ما بتكلمش على الجمهور الجمهور تملي في انقسام احنا لو اداره الاهلي مشيت ورا الجمهور او مشيت ورا الاراء بتاعه الجماهير مفيش اتفاق على شخص بس انا برضو لو بصينا لكابتن محمد يوسف فهو اسم كبير يعني لو اخر بطوله افريقيه للنادي الاهلي فكانت مع كابتن محمد يوسف بطولات مع الاهلي ولكن اللي انا شايفه ان الكابتن محمود الخطيب حتى الان يمكن يعني معلومات ان هو لا هو في اصرار حتى الان على التعاقد مع المدير الفني الاجنبي التوقيت صح. ممكن يختلف يعني ممكن يكون دلوقتي في فكر في تاجيل يعني ممكن في تفكير ان انا لا اجل القرار لما بعد مباراتين افريقيا او لما بعد انتهاء المؤجلات اللي احنا قلنا عليها في شهر ديسمبر بحيث ان هو يجي على الدور الثاني يجي على دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا فده تفكير ولكن الغاء الفكره تماما حتى الان غير مطروحه بالمره لا هي مطروحه في اراء زي ما بقول لك في اراء ولكن التفكير فيها بجديه لسه ما تمش بس انا خليني اقول لك برضو مجلس الاداره اكيد دلوقتي يعني تفكيره شايف ان يعني الموضوع هيبقى صعب يعني انت دلوقتي لو جبت مدير فني اجنبي هو اللي مسك النادي الاهلي من دلوقتي هل هيكون عنده وقت كافي ان هو مثلا يستعد للمباريات القادمه لا طب لو حتى قررت ان انت هتجيب مدير فني اجنبي وفعلا هياخد معسكر مغلق مع النادي الاهلي هيكون توقيته امتى انت خارج من بطوله لبطوله في وسط الدوري مباريات مؤجله بطوله افريقيا كمان المنتخب الوطني عنده اجنده دوليه فما فيش اصلا اي وقت لاقامه معسكر يقدر فيه المدير الفني الاجنبي القادم للنادي الاهلي انه يعرف اللعيبه ويفهم الفريق بشكل كويس ما ده مش هيحصل فهيكون الاعتماد في الاخر برده هيرجع على كابتن محمد يوسف مش هيحصل ان فكره تجمع او فكره معسكر طويل او فتره اعداد دي مش هتحصل مع المدير الفني اللي هيجي في الوقت ده صحيح لو هنتكلم على فتره اعداد ومعسكر طويل هيبقى نهايه الموسم لو هنجيب مدرب لنهايه الموسم ولكن بما ان في قرار ان في دلوقتي التعاقد مع مدير فني اجنبي فهيجي يتعامل مع الظروف الحاليه الاهلي وهيكون طبعا بالتاكيد متابع وعارف كل كبيره وصغيره عن الفريق هجيب مدير فني اجنبي متابع للدوري المصري للنادي الاهلي ما عشان كده بقول يكون قريب من المنطقه يكون حتى لو قريب حتى لو كان قريب من المنطقه لا لا دلوقتي الاطقم دلوقتي المدرب بيبقى معاه الاطقم بتاعته ممكن في خلال يومين التحليل والاداء والمباريات السابقه للاهلي واللعيبه هيتم الالمام بيها بصوره كبيره جدا دي مش هيبقى فيها مشكله بالنسبه لمدير فني مدير فني اللي يجي النادي الاهلي محتاج ان هو يذاكر النادي الاهلي هيذاكر النادي الاهلي طبعا واكيد اي مدير فني اتفتح معاه خط مفاوضات بدا بالفعل من فتره ان هو يذاكر النادي الاهلي النادي الاهلي دلوقتي احنا داخلين
مقربين على شهر. طب المدير الفني القادم، المدير الفني القادم من الواضح ان هو لم يتم تحديد اسمه حتى الان، فاذا هو ملوش اي في اختيارات الصفقات القادمه او اللي هيتم ابرامها في يناير القادم، فهو ما يعني ملوش علاقه بالتدعيمات. فلما يجي يقول لا انا محتاج كذا وكذا وكذا، هيبقى ايه الموضوع بالظبط؟ ما دي الجزئيه اللي انا كنت معترض عليها، ان انا لو هجيب مدير فني لا كان لازم القرار يبقى بدري، يجي مدير فني يختار فعلا زي ما حضرتك بتقولي الصفقات، يختار اللعيبه اللي هتمشي. ان احنا بنشوف دلوقتي تباين، يعني احنا كان احمد علاء، احمد الشيخ، كريم نيدفيد، اللعيبه دي كلها كانت خارج حسابات كارتيرون وكان بيوصي باستبعادهم. صحيح. جه الكابتن محمد يوسف قعدهم. يمكن من افضل المكاسب في الفتره اللي فاتت او تحديدا من المباراه اللي فاتت واللي قبلها، احمد الشيخ اللي كان فيه كريم نيدفيد. انا شايف ان كريم نيدفيد بيأدي بصوره رائعه. كريم نيدفيد تحول تماما الظهير الايمن او في وسط الملعب. صحيح. لا بيأدي بشكل كويس جدا. صحيح. كريم نيدفيد اللي كان بينال الكثير من الانتقادات في العام الماضي من جمهور النادي الاهلي، فجاه بقى جمهور النادي الاهلي بيشيد بيه. الصفقات اللي كنا او الاسامي اللي كنا دايما بنسمع ان هي راحله عن صفوف النادي الاهلي ومش مكمله، شفنا كلام طبعا كان وقتها على احمد الشيخ، على كريم نيدفيد، على عمرو جمال، عمرو جمال، على كمان صلاح جمعه. كل الحاجات دي بترجع مره تانية للنادي الاهلي في الفتره الاخيره. كل اللعيبه دول وناصر ماهر، كل اللعيبه دول بيرجعوا زي ما بيكونوا بياخدوا فرصه اخيره عشان يثبتوا ان هم احق بالوجود جوه صفوف النادي الاهلي. بالظبط. احنا بنقول في مدير فني هيجي، فالباب هيبقى مفتوح امام كل اللعيبه دي. المفروض ان هو هيشوف، المفروض ان هو يجي في التوقيت ده، هيبقى قدامه حوالي شهر، اسبوعين، ثلاث اسابيع، هيبدا في تقييمه. طبعا هيبقى في مساعده ليه، لان برده اي مدير فني مش هيقدر اللي هو يلم بالعدد العناصر دي كلها بالصفقات الجديده دي كلها. هيبقى في مساعده طبعا من اداره الكوره في النادي الاهلي، هيبقى في مساعده من الجهاز الحالي اللي هيبقى في تقرير منه، ممكن يبقى في منه عنصر او عنصرين في الجهاز الفني الجديد، هيبقوا حلقه وصل، او هيبقى في منهم بينهم ترتيب كبير جدا في تحديد العناصر دي اللي هترحل او اللعيبه اللي هتيجي او العناصر اللي ممكن تاخد فرصه الفتره اللي جايه. فالمدرب اللي هيجي جديد هيبقى قدامه مهمه صحيح. كبيره، ان هو يحدد شكل القائمه. ان انا اتمنى او الافضل ان المدرب هو اللي يحدد شكل قائمته، يحدد الراحلين، يحدد الصفقات الجديده. فبما ان دلوقتي في خطوات اتخذت فعليا مع عدد من الصفقات، طبعا الاهلي لازم يمشي فيها، ما ينفعش استنى مدير فني عشان يختار صفقات جديده. صحيح. فعلى الاقل الراحلين يتموا يعني ياخدوا فرصه قدام المدير الفني، يشوفهم حتى على الاقل يشوف المباريات اللي فاتت دي. صحيح. وكابتن حمدي يوسف بيعمل حاجه كويسه جدا، بيدفع باكبر عناصر من الفريق. حقيقي. بيدفع باكبر عناصر عشان يبقى دي زي مرايه الناس تشوف، تاخدوا فرصتكم الاخيره. المدير الفني اللي هيجي جديد اول حاجه هيعملها، اول حاجه هيعملها هيتابع مباريات الفريق الشهر ده. فلما يشوف اكتر العناصر مشاركه، صحيح، وهيخش التدريبات، هيشوف العناصر اللي موجوده معاه، هيقدر يحدد بصوره كبيره مين اللي يرحل. لذلك دلوقتي اتقفل باب الاجتهاد او اتقفل باب التفاوض بالنسبه للعيبه اللي هترحل. يعني احنا كنا بنسمع قبل كده ايام كارتيرون، لا في لعيبه بدات ان هي فعلا خلاص تطالب ان هي هترحل، في لعيبه بتبحث عن عروض، في لعيبه لقت ان هي فرصتها منتهيه، في لعيبه تم الكلام معاها بصوره او باخرى ان انتوا فرصتكم هتبقوا ضعيفه، ممكن يطلع اعاره، ممكن يتم الاستغناء عنه. دلوقتي اتقفل الكلام ده كله. صحيح. لان في فرصه جديده قدام اللعيبه دي، وشفنا ان في اتنين لعيبه تمسكوا بفرصتهم. حقيقي. هيبقوا ممكن موجودين بنسبه كبيره جدا في قائمه الفريق الموسم اللي جاي. منهم كريم نيدفيد مقيد في القائمه الافريقيه. صحيح. هيبقى ليه دور وهيشارك المباراه الجايه وهيشارك المباراه اللي بعدها، لان المركز ده دلوقتي الاهلي في احتياج ليه. ففكره ان ان شاء الله المدير الفني يجي يحدد عناصر القائمه، ده شيء مهم جدا. واعتقد ان اداره الاهلي طبعا عارفه الكلام ده، ومش مش غريب عليها ان لازم يكون في التنسيق مع المدير الفني الجديد بالنسبه للصفقات وبالنسبه للعيبه الراحله. طبعا اكيد. يمكن كمان برضو من اهم المكاسب في المباريات اللي فاتت عوده مروان محسن مره ثانيه للتهديف. طبعا انا بقول من ضمن الحاجات اللي الاهلي استفاد بيها عوده اللعيبه الغائبه من فتره وعوده مروان محسن للتهديف. استغل او غياب وليد ازارو منح له الفرصه واستغلها بشكل جيد المباراه اللي فاتت، بيأدي بصوره كويسه مروان محسن على الرغم من حاله الهجوم اللي عليه الفتره الاخيره. صحيح. من الجماهير ما كانش في، كان في عدم رضا عن مستواه، لكن اعتقد ان هو بدا، واتمنى ان هو يستمر على نفس المستوى الفتره اللي جايه، وفرصته موجوده برضو ان هو يستمر على نفس الاداء، لان الكابتن محمد يوسف بيعتمد عليه، بيثق فيه بصوره كبيره. وليد ازارو موقوف افريقيا، فهيبقى مشارك برضو المباراه اللي جايه بصوره كويسه. مطلوب منه ان هو يركز في الملعب، يبعد عن اي كلام بيتقال عنه،
سواء سوشيال ميديا او سواء جماهير يركز في الملعب ويرد في الملعب على كل الاصوات اللي بتشكك فيه او في قدراته. صحيح. مروان مهاجم كويس. صحيح. طيب لو هنتكلم خلاص في مدير فني اجنبي قادم للنادي الاهلي، هل تتوقع استمرار كابتن محمد يوسف في الجهاز المعاون؟ ما هي دي بتعتمد على المدير الفني اللي جاي. يعني في مدير فني بيجي معاه عدد كبير من المساعدين. صحيح. بيشتغل بالطم، يعني كان ممكن من نقط الخلاف مع دياز ان هو بيجي معاه حوالي 4 أو 5 مساعدين. فساعتها كان هيبقى في تفكير ان الكابتن محمد يوسف كان عايز ابنه مساعد ليه كمان. ما هو ده ايميليانو ده موجود معاه في اي تجربه وزي وكيل زي وكيل اعماله يعني، فهو ما بيتحركش من غيره. في مدربين بترفض الكلام، بيتمسك ان المساعد الاول بتاعه او المدرب العام بيكون نفس الطقم اللي شغال معاه من نفس الجنسيه بتاعته، متفاهم معاه، بيشتغل معاه. في مدرب تاني زي كارتيرون ممكن يقبل بفكرة وجود المدرب العام المصري أو وجود مدير كورة أو وجود مدرب حراس مرمى. كل الكلام ده هيتوقف على مين هو المدير الفني اللي جاي. هل هيجي بطقم كامل ولا هيجي بمفرده ومعاه مثلا محلل أداء ومخطط أحمال فقط؟ هل عنده خبرة صحيح بالدوري المصري؟ ده هيبان بالنسبه للاسم، يعني لازم نعرف الأول مين اللي جاي علشان نقدر نشوف كابتن محمد يوسف موجود ولا لا، في مدير كوره ولا مفيش مدير كوره، ولا الكابتن سيد حفيظ هيبقى موجود. ده كل ده متوقف على اسم المدير. خلينا نتكلم عن الدوري المصري ممتاز بشكل عام، شايف ايه الجديد في الدوري المصري ممتاز في الموسم الحالي؟ في ظواهر، يعني في ظواهر كتير في الدوري، ابرزها من وجهه نظري حاجتين. الاولى احنا حتى الان الدور الاول بينتهي ما علمناش على فريق وقلنا ده هبط. صحيح. كل سنه كنا على الاقل فريق او اتنين مع نهايه الدور الاول او حتى بعد الاسبوع العاشر او ال11 بنقول الفريق ده خلاص اول الهابطين، الفريق ده هيحصله، الثالث في منافسه بين فريقين. لا، السنه دي حتى الان نهايه الدور الاول ما فيش عندنا فريق هابط. احنا بنلاقي دلوقتي المصري والاسماعيلي وكان قبلها الاهلي قبل ما يلعب مؤجلاته كانوا هم ثلاثي المؤخره. صحيح. ده طبعا كان شيء غريب جدا، يعني غير معتاد ان نلاقي الثلاث فرق دول في مؤخره الجدول. حرس الحدود، النجوم، الفرق اللي صاعده، الجونه عملوا طفره في الدور الاول. صحيح. خلتهم بعيد حتى الان، وان كان طبعا الدوري بيتغير مع كل اسبوع. اكيد. يعني الثلاث نقاط بيرفعوا بال4 و5 مراكز. ده حقيقي. فدي من ضمن الظواهر انا شايفها مميزه جدا في الدوري الموسم ده. الظاهره الثانيه وجود بيراميدز، ما نختلفش ان هو عمل حاله في الدوري المصري. المنافسه على القمه بقت ما بدل ثنائيه بقت ثلاثيه، يعني انا شايف دلوقتي الزمالك بيراميدز والاهلي طبعا راجع للمنافسه وقادر، المنافسه هتبقى ثلاثيه في الدور الثاني. صحيح. وهتفضل مشتعله حتى الاسابيع الاخيره. دي من ضمن الظواهر والعلامات اللي بتدل على ان الدوري الموسم ده مختلف. اكيد. في بقى ظواهر ثانيه، يعني تاجيل مباريات الدوري اللي بنشوف دلوقتي فرقه لعبت 16 مباراه وفرقه لعبت 9 مباريات وفرقه لعبت 6 وفرقه لعبت، دي طبعا من الاشياء الغريبه، ولكن ندي العذر لاتحاد الكوره طبعا، يعني الظروف هي اللي حطتنا في الموقف ده للاسف. البطولات الكتير ما كانش عندهم اي يعني حل تاني، ويمكن اجتمعوا قبل كمان الموسم ده واقترح عليهم يعمل الدوري من مجموعتين. صحيح. وهم اللي اختاروا كده. طيب خلينا نرجع نتكلم في كلامنا عن الدوري المصري الممتاز، لكن بعد الفصل. فصل سريع وبنرجع لكم تاني. رجعنا سريعا ولسه مكملين معاك وحلقتنا في كلام في الميديا، ونرجع مره ثانيه ونتكلم معاك عن الدوري المصري الممتاز اللي انت قلت لي من اهم الظواهر اللي فيه في الموسم الحالي ان انت مش عارف تحدد مين اللي هيفوز بالدوري ولا مين اللي هيهبط من الدوري في هذا الموسم. يمكن بتقول ان دلوقتي المنافسه بقت بدل ما هي منافسه ثنائيه ما بين الاهلي والزمالك دخل كمان فريق ثالث فيها، حتى كمان الفرق اللي قد تهبط في الموسم القادم ان شاء الله ما حدش عارف هي انهي فرقه، لان كل مباراه وكل اسبوع وكل جوله بيتغير شكل ترتيب الجدول تماما. طبعا يعني انا متعود دايما بشوف الجدول، بشوف قوه الدوري من الثلاثي اللي بيهبط. فالسنه دي زي ما اتفقنا ان لا مش قادرين نحدد ولا فريق من اللي هيهبط او حتى مين الاقرب. يعني بنلاقي في فتره في نص الدور الاول بنلاقي المقاولين، حرس الحدود، الوادي دجله،
بيعانوا موجودين في المؤخره. حصل طفره كبيره جدا طبعا، لازم نتكلم عن اثنين من المدربين كويسين جدا في الدوري الموسم ده، كابتن عماد النحاس كابتن طارق العشري، تولوا المسؤوليه في وقت صعب جدا، يعني يمكن كان المقاولين وحرس الحدود في المركز الاخير وقبل الاخير. صحيح، المقاولين منتعش خمس مباريات وربع، خمس انتصارات مع الكابتن عماد النحاس، وطبعا بنقدم له التحيه من هنا، يعني واحد من المدربين الكبار جدا، المركز الرابع بعد ست مباريات تولاهم عماد النحاس، خمس مباريات فوز وتعادل. صحيح، بدون هزيمه. طبعا عمل طفره كبيره جدا في الاداء، في شكل يمكن كمان شفنا ده في المباراه قصاد النادي الاهلي بالظبط، يعني يمكن المباراه حتى رابط لقاء النادي الاهلي ما كانتش موجوده عندهم، ما كانتش موجوده، وفي لا نحس ان في تنظيم او في فرقه مترتبه بشكل صحيح. كويس صحيح. نفس الوضع كابتن طارق العشري مع حرس الحدود، طبعا رغم هزيمته الاخيره طبعا لانه كان بيلعب فريق قوي، ولكن قدر برضو يعمل طفره، قدر ينتشل الفريق من موقف صعب جدا في مؤخره الجدول، لا دلوقتي برضو بنلاقي حرس الحدود في منتصف الجدول بوضعيه كويسه، بعيد عن منطقه الخطر، بيقدم شكل كويس، بيقدم اداء كويس. وادي دجله بعد برضو بدايه سيئه، لا لقينا الانتصارات بدات تيجي، بدانا نلاقي الناس بتثني على الاداء بتاع المدير الفني اليوناني، على الرغم من الهجوم اللي اتعرض له في بدايه الموسم، وان الطريقه دي لا تناسب الدوري المصري والطريقه دي لا تناسب وادي دجله، لا لقينا الناس دلوقتي بتشيد بالاداء، بتشيد بالمدرب تاكيز جونياس، بتشيد بالتجربه بتاعت وادي دجله. النجوم برضو يعني من ضمن الظواهر برضو اللي موجوده تغيير المدربين، تغيير المدربين السنه دي انا شايف ان هو عمل طفره في انديه، يعني اتكلمنا عن كابتن عماد النحاس، اتكلمنا عن كابتن طارق العشري مع المقاولين وحرس، النجوم برضو تغيير كابتن احمد سامي، وهو برضو واحد من ابناء النادي الاهلي، قدر برضو يعمل طفره مع فريق النجوم، قدر يبعد بيه برضو عن منطقه الخطر. بنشوف تغيير المدربين، كابتن حماده صدقي بيتولى مكان هشام زكريا في الجونه، حركه التنقلات برضو كابتن علي ماهر بيتولى مسؤوليه انبي، يعني يمكن دلوقتي برضو يعني الظاهره تغيير المدربين دلوقتي مفيش فريق دلوقتي، يعني امثال يمكن المدرب ده النهارده بيقود الفريق وبينافس فريق اخر، فتلاقيه هو بينافس المباراه اللي بعدها، يمكن شفناها صحيح. طبعا كانت ابرز حاله كابتن طارق يحيى، صحيح اول مباراه خدها قدام بتروجيت، وكان برضو حظه فيها سيء جدا، كان بيقابل سوء حظ كبير جدا طارق يحيى الموسم ده، هنلاقي يعني اربع فرق اللي ما غيروش الدوري المدربين الموسم ده في الموسم يعني الحالي، لو اتكلمنا عن الزمالك، الانتاج الحربي، مصر المقصه، وادي دجله، يعني دول يعتبر ما غيروش، فمن ضمن الظاهر موسم السنه دي قوي، موسم فيه منافسه كبيره جدا، نتمنى ان بعد المؤجلات دي ما تقرب المسافات، الاهلي طبعا هيبان موقفه، هيبان مكانه فين طبعا في المنافسه، هيبان كل بقى شكل الجدول مع الدور الثاني. وبعدين دايما النادي الاهلي يعني في مواسم كتير عدت على النادي الاهلي يمكن كان متاخر في الترتيب، ولكن قدر في الاخر ان هو يقتنص اللقب لصالحه في موسم 81 82 موسم 95 96 موسم كمان 2010 2011 مع مانيو جوزيه، صعبه ومعتاده. صحيح، هي معتاده على الاهلي ان هو حتى في اهدافه، يعني الاهلي بتاع اللحظات الاخيره او الاهلي بتاع الدقائق الاخيره بيقدر يحسم، بيقدر يرجع. كان بنتكلم عن الازمه اللي فيها الاهلي وخساره بطولتين وخساره من المقاولين في الدوري، كنا بنقول لا الاهلي بنفس اللعيبه دي قادر على المنافسه الموسم ده، قادر على العوده بسرعه، الفرق الكبيره كده، الانديه الكبيره اللي بتبحث عن البطولات كده، صحيح ما عندهاش دروب بيطول، لا بيرجع يستفيق منه بسرعه وهيخش في المنافسه، وهنلاقي عندنا في فتره لا يحصل فيها المباريات المباشره ما بين الثلاثي اللي بيقول عليه بتاع المنافسه، صحيح هتبقى حاسمه جدا، أكيد. يعني مباريات الاهلي مع بيراميدز، الاهلي مع الزمالك، الزمالك مع بيراميدز، بكرة القدم. هنلاقي لا صحيح. منافسه كبيره جدا، والمنافسه دايما بيبقى فيها متعه كبيره جدا لجماهير الكوره، وفي كل المراكز فيهم منافسه، لان احنا بنقول فرق النقاط، انا دلوقتي مباراه بتطلع، يعني دلوقتي بنلاقي المقاولين في المركز الرابع، ممكن مباراه كمان لا بينزل بيطلع مكانه فريق تاني في المركز الرابع، فلا شكل المنافسه السنه دي كويس جدا. نتمنى استمرار انتظام المسابقه، المؤجلات دي طبعا في ظروف طبعا، وهنلاقي في بطوله افريقيا، وهنلاقي في كاس الامم الافريقيه، هنلاقي في ظروف تانيه، ولكن على قدر الامكان يتحط جدول كويس جدا للدور التاني، نبقى عارفين مواعيد المباريات، كل الفرق مرتبه نفسها، هيحصل تدعيمات قويه جدا في يناير،
هتبقى النقطه غاليه جدا، هتبقى منافسه شرسه جدا. صحيح. شكرا ليك استاذ محمد السيد الناقد الرياضي في الاخبار المسائيه، نورتنا النهارده في كلام في الميديا. مشاهدينا انتهت حلقتنا النهارده، اشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده من كلام في الميديا الساعه 5 مساء. بعد حلقتنا هيكون ضيفنا هنا في قناه النادي الاهلي صالح جمعه في برنامج الاهلي الليله مع زميلي عمر ربيع ياسين، انتظروا.